ورحمة الله تعالى وبركاته. هكذا أتممنا يومنا في المنحل. أبي جار لبعض الصناديق يا سيد الطرود إن أراد الله سبحانه وتعالى من شمسه إلى شمسه والحمد لله. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الشمس عندنا في المغيب. في المغيب أخي الكريم أخي الحبيب أحبك في الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا أتممنا عمل اليوم في المنحل. بسم الله ما شاء الله يوم جميل. بدأنا بأمطار أمطار فرحة النحال فرحة أبناء الحقل فرحة من نعيش على الطبيعة فرحة من نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. إخواني والله دائما أحاول إكثار من الفيديوهات والإكثار من المباشرات والإكثار من النصائح لا لشيء لكي نكون خداما لنحالنا المسلمين لنتقاسم هذه التجارب بقلب سليم. لأن كما نقول لو تكلمنا عن النحل فلربما نحن أهله بمعنى تكلمنا عن النحل هذه كما نقول هذا حب لهذه الحشرة وتصدقة لكلام الله سبحانه وتعالى. أوحى ربك إلى النحل بمعنى أنا أعمل في الطبيعة. أتمنى دائما أن أرى ما وعدنا الله سبحانه وتعالى هذا الوحي. والله يا أخي والله وتم والله لكل يوم أشاهد أشياء غريبة في النحل بمعنى وما أوتيتم من العلم قليلا وما أوتيتم من التجارب قليلا مع العلم أني نحال وأعيش من هذه الحشرة. يدي وقفازاتي تتكلم عن النحل بمعنى لسنا غريبون في هذا المجال أو من محتاجون للتطوير. لأن أنا من الناس التي أقول لو كان هناك تطوير لأضافوا للنحل رجل أو أضافوا للنحل جناح أو شيء. النحل لا زال على شاكلته كما خلقه الله سبحانه وتعالى لكننا نحن البشر نحب دائما أن نغير ولكن هذا التغيير مستحيل أن يكون في هذه الحشرة لأن فيها وحي. ما دام بها وحي لا تلمسها فاترك هذا الوحي يتصرف. تكلمت في الفيديو السابق عن كما أقول عن أمانة حبوب اللقاح. فالحبوب اللقاح أمانة مثل العسل. الكثيرون لا يعلمون هذا لأن حبوب اللقاح جمعها يتطلب شروط لأن أمانة يجب أن يستفيد منها النحل والنحال. لا نقوم بتجويع نحلنا 3 أيام وأربع أيام وحتى 10 أيام كما سمعت البعض. هذا كله فيه بمعنى فيه ظلم للنحل وطمع النحال فقط. حبوب اللقاح تجمع كما قلت يوم بيومين يومين بيوم. خذ هذا الكلام والله قد تحتاجه في عملك. لأني أنا من الناس التي أقول لست أجمع كيلو حبوب لقاح وأضع فيديو وأعلم طريقة جمع حبوب اللقاح لا. بل نحن فعلا منتجون لحبوب اللقاح ونتقاسم معك هذه المصادر ونتقاسم معك هذا الكلام مع العلم أننا نشاهد مواقع لتربية النحل بـ200,000 على اليوتيوب وعلى الفيسبوك كله بـ200,000 وما فوق من المشتركين وفيديوهاتهم لا يراها إلا 2,000 أو 3,000. الحمد لله لدينا 4,000 في القناة وكل فيديوهاتنا تفوت 20,000 تقريبا. هذا إنما يدل على أننا نحن نقدم خدمة للنحالين. الاشتراك قليل في القناة لا ندري لماذا لكني والله وتم الله لن أكف عن مساعدة وتقديم كل من الحقل. لست من الناس التي سأعلمك نوية تلقيح الملكات أو أعلمك طرد بإطار أو قسمة من كل خلق بل سأعلمك الاحترافية لأن الاحترافية هي أنك تنتج بالمباشر ما تقدمه تنتجه. لا نقدم كلام ولا ننتج بل ننتج على المباشر. لم يرانا أحد نشتري عسل ولم يرانا أحد نشتري حبوب لقاح بل رآنتنا الناس نبيع العسل ونبيع حبوب لقاح. لماذا؟ لأننا فعلا نحسن التعامل مع هذه الحشرة. بسم الله ما شاء الله مع المغيب مباشرة
بمعنى من شمسه إلى شمسه. هذه هي حياة النحال، هذا هو حبنا للنحل، أننا كل يوم في منحل، بمعنى أنا لست في هذا المنحل بل كل يوم في منحل. المناحل تختلف من مكان إلى آخر، طريقة العمل تختلف عندي من مكان إلى آخر، لكن النصائح التي أعطيها لك، النصائح التي أقدمها لك، فاعلم أنها من أسرار تربية النحل. بمعنى أسرار تربية النحل ليست هي تربية الملكات، بل هو كيفية التعامل مع الملكات. تربية النحل، تربية النحل ومواقع تربية النحل الأصيلة هي التي تدخلك للمنحل مباشرة، وتريك الخلايا، وتريك طريقة تطور الخلايا. لا أقدم لك صندوق فوق عجلة بإطارين وكلام في كلام، هذا لا يوجد عندنا، لا يوجد عندنا. إن تكلمنا وعجبتك هذه الصناديق وعجبتك هذه المناحل، أخي الكريم، أخي الحبيب، والله والله لهي منتوج النفضة الحسونية. هذه هي النفضة، أطلقنا عليها اسم النفضة الحسونية لنبارك لنا في عملنا باسم عربي مسلم يستحق أخونا محمد عليان حسونة. بمعنى هناك حتى البعض بدأ يشكك في هذا الكلام، لكن نقول للجميع أننا قريبون من العسل، لسنا بأرض القفار، لسنا بأرض كذا، بل نحن فعلا نعيش من النحل. لسنا من بمعنى باعة الكلام أو من أصحاب السطوح، بل نحن مع غروب الشمس من أصحاب الجبال، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأوحى ربك للنحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. حتى هذه الكلمة أصبح الكثيرون يعيبون فيها يا أخي، والعياذ بالله، والعياذ بالله. لربما البعض، كما نقول، لا نتكلم عن أحد، كل له ملقاه عند الله سبحانه وتعالى. فملقانا عند الله هو دعوات الخير، فملقانا عند الله هو هذا العمل الطيب الذي نقوم به، فملقانا عند الله هو أن يجمعني الله بكم جميعا تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم، ونشرب جميعا من يده في حوض الكوثر بإذن الله. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أحبكم في الله، أحبكم في الله يا معشر النحالين، فإن شاركتموني هذه المباشرات على مواقعكم وفي كل مواقع التواصل جعل الله في ميزان حسناتكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.